السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف حضرتك في الجامع. وأنا كمان بشوفك في الجامع. مش أنت ابن الشيخ أحمد السعاتي إمام الجامع؟ أيوه. حسن مش كده؟ أيوه. اقعد يا حسن. تحت أمرك يا حسن، عاوز إيه؟ الأمر لله. الجامع الصغير شرق المحمودية محتاج حسر جديد، وده من بيوت الله، ولازم يلاقي منا الاهتمام. عاوزين من حضرتك تبرع. تبرع؟ إذا حبيت. ومين اللي ما يحبش يتبرع لجامع؟ يا عبد التواب هات 50 قرش. اتفضل يا حاج. اتفضل يا ابني. بس ايه، شوية؟ لا مش شوية، ده كتير حضرتك. اي كتير يروح لوجه الله يبقى قليل يا ابني، ده صاحب الفضل الكبير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معقولة يا حاج؟ معقولة تدي ولد حديث السن مبلغ كبير زي ده؟ ايه اللي مش معقول بالظبط يا عبد التواب؟ انا بقول يعني ممكن لمؤاخذة. انا اعرف ابوه كويس، ده امام الجامع الكبير، راجل صالح وصاحب علم، والولد كمان ما شاء الله عليه. تعرف الواد اللي مش مالي عينك ده؟ عمل في المدرسة بتاعته جمعية اسمها جمعية الأخلاق الحميدة. الأخلاق الحميدة؟ بتعمل ايه يا حاج دي؟ بتعلم الناس الأدب والتربية المظبوطة، لحد يغلط في حد ولا يسب حد ولا يجيب سيرة حد بأي كلمة بطالة. أنا عرفت من ابني الحكاية دي، ما هو إياه في المدرسة. عموما يا حاج هو باين عليه الصلاح والشهامة. وبعدين ده متربي على إيد الشيخ زهران. كده بقى تبقى خلصت يا حاج، طالما ابوه الشيخ احمد السعاتي واللي علمه الشيخ زهران يبقى الواحد ما يقلقش ابدا.